حبيبي يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي. بسم الله الرحمن الرحيم وصباح الخير. الحقيقه الواحد لما بيشوف حضراتكم كده بيبقى فيه يعني الناس تقول ان احنا او حضراتكم الرواد، لكن انا شايف ان حضراتكم الامل للمستقبل بالنسبه للنادي الاهلي، لان اولادكم واحفادكم لما بيشوفوكم بالحماسه دي وبالحب دوت والتالف ده على النادي الاهلي وعلى التجمع للنادي الاهلي، هو ده المستقبل اللي انتم بتزرعوه ان شاء الله في احفادكم واولادكم باذن الله، ودي الحاجه اللي نتوارثها جميعا لأولادنا أو بنورثها لأولادنا، كيفية الارتباط بنادينا وكيفية الـ يعني الـ الانتماء للنادي الأهلي، فده موجود في حضراتكم مع روادنا أو مع رواد النادي الأهلي، لكن الأمل والمستقبل أنتوا اللي بتزرعوه في نفوس إن شاء الله الأجيال اللي جاية بإذن الله. حاجة تانية طبعا مش عايز أنسى يعني عيد الأم، كل سنة وانتم طيبين. وأنا في حقيقة يمكن طبعا أنا الحمد لله ربنا يرحم أمواتنا جميعا، لكن أنا والدتي رحمة الله كان توفت سنة 74، وتوفت الحقيقة يعني كان حاجة كده كانت مأثرة فيها جدا. هي كانت تعبانة وكنت كل ما أرجع من التمرين، عشان إحنا كنا أسرة كبيرة، إحنا 12 أخ وأخت، فوالدتي بقى كنا احنا عيلة متوسطة وعيلة بسيطة، فكان والدتي تقوم بقى لوحدها كده، مع ان انا عندي 8 اخوات بنات واحنا 8 بنات واربعة صبيان، لكن برضو الام ام يعني. لما حسوا بقى ان انا ابتديت بقى العب والناس يعني ابتدوا يعرفوني شوية وابتدوا بقى اسمي يتكتب في الجرايد، فكانت مهتمية بيا زيادة. لما ارجع من التمرين الاقيها واقفة في المطبخ وبتعملي الاكل بنفسها، مع ان عندي اخوات بنات كبار، يعني بنت اختي قدي في السن، فهي تقف بنفسها وشايله لي بقى حته اللحمه ولا شويه الرز ولا شويه خضار وتسخنهم لي مناب بتاعي وتسخنهم لي، وبعدين اول ما بقعد اكل تروح داخله على سريرها ويا عيني تمسك في اللحاف كده ولا البطانيه باسنانها عشان ما نحسش بالامها، متالمه على طول، كان عندها حاجه في الكلى. فكان دكتور ابراهيم الوكيل كان رئيس النادي الاهلي سنه 71، فكلمته فقال لي لا نشوف دكتور، ورحنا فعلا ان احنا لدكتور، فقرر عمليه، لازم تعمل عمليه. فوالدي بقى قال لي محمود، خدني على جنب كده وقال لي امك عملت عمليه سنه 62، فالدكتور اللي عمل العمليه قال لك لو تعبت تاني ما تفتحوش تاني، انها ممكن تتوفى. فالمهم يعني الدكتور بقى اقنعونا ساعتها ان احنا خلاص، لا الدنيا اتطورت والطب اتطور. وبعد كده رحنا رايحين على سنه 74، قررنا نعمل عمليه. عملنا العمليه، وبعد ما عملت العمليه الحقيقه يمكن ايميا كنت قلقان جدا من اللي انا سمعته من الوالد يعني رحمه الله عليهم جميعا ويرحم امواتنا جميعا. كانت كويسة جدا، وكم أول مرة أشوف أم الله يرحمها بالحلاوة دي، يعني وشها ما شاء الله منور، وشها منور، وهي حاجة يعني أنا كنت سعيد بيها جدا يعني. فضلت قاعد معاها لغاية تاني يوم الفجر، نزلت على التمرين وهي فطرت، وأنا في التمرين بقى بلغوني إن هي يعني توفت رحمة الله عليها. فلما رجعت طبعا رحت على المستشفى لقيت الجثه اتقال راحت البيت، رحت البيت فلقيت والدي بقى اول ما شفته بحضنه قال لي يا ابني انا مش قلت لك؟ قلت له الحمد لله بقى يعني خلاص الامر بيد الله. فانا ليه بس بقول ده دلوقتي؟ لان انا في اغنيه لغايه النهارده من اكتر الاغاني اللي انا بتاثر بيها جدا، اللي هي ست الحبايب دي. والله كلنا وانا كمان وحياتك. ربنا يديكوا الصحه، ربنا يديكوا الصحة ويديكوا طولة العمر، ويعني يسعدكم زي ما أسعدتونا، زي ما أسعدتونا كلنا، ربنا يبارك فيك زي ما أسعدتونا، وإن شاء الله يكون ولادكم وأحفادكم بإذن الله امتداد ليكم إن شاء الله، وامتداد للنادي الأهلي بإذن الله. بشكركم جدا وصباح الخير. حنينة وكل كتيبة يا
ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة، ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة. حضرتك طبعا بنبارك الاول النادي الاهلي واخد بالك بطوله الدوري وبطوله برضه السيدات بتاعه الكره الطايره، وطبعا بيشرفنا النهارده الكابتن الكبير واخد بالك الكابتن الخطيب وطبعا اعضاء مجلس الاداره. احنا دايما كل سنه بنحتفل لجنه الرواد بعيد الام، بيبقى تجمع بيجمع اللجنه كلها واخد حضرتك، وزي ما انت حضرتك شايف كده بيبقى يوم جميل، وفي في الاخر برضه بنوزع جوائز على كل المدعوين الموجودين، وده حاجه طبعا بيبقى يوم جميل جميل. طبعا هو هيبقى جميل النهارده بمين؟ بالكابتن الخطيب ومجلس الاداره. والله يعني من ساعه ما جه المجلس ده طبعا واخد بالك حضرتك، طبعا المجلس ده جمع يعني لم شمل النادي الاهلي، طبعا احنا سامعين على الانشاءات اللي هتحصل واخد بالك، دي حاجه طبعا هتبقى للاعضاء كلهم واعضاء الجمعيه العموميه، وطبعا نشكرهم. بنحتفل كل سنه بعيد الام، وطبعا احنا متعودين ان كل الرواد بيبقوا موجودين معانا في العيد ده علشان نحتفي بيهم، نقدم لهم هدايا، نرحب بيهم، وطبعا بنشكرهم. كل الحاجات دي بنعملها كل سنة، بقالنا حوالي 5 سنين متعودين على هذه العادة. ده بالإضافة لإيه؟ إن احنا هذه اللجنة شكلت من 2005، فكل سنة برضو بنحتفل بوجود هذه اللجنة سنويا يعني. ده بالإضافة طبعا ان احنا بس مش نشاطنا بس في عيد الام، ده احنا طول السنه عندنا انشطه خاصه باللجنه دي. برضو بنحتفي كل شهر باعياد الميلاد بتاع الشهر دوت، وبنقدم لهم هدايا، وده بنجتمع على فطار شهري علشان يبقى في تواصل مع الاعضاء بصفه دايمه يعني. كابتن الخطيب بيمثل لنا حاجات كتيره، كابتن الخطيب ده رمز، وده بيمثل لنا حاجات كتيرة، وهو الرجل يعني قمة التواضع ان هو بيتواصل مع كل الأعضاء وكل الناس اللي موجودة في قلب الناس. طبعا بيشكل لنا حاجة كبيرة جدا وجود الكابتن الخطيب في مناسبة زي دي، وطبعا احنا بنبقى حريصين على تواجده، بنبقى حريصين على تواجده عشان برضه يبقى في تواصل بينه وبين الناس اللي هي موجوده ديت، طبعا بتمثل لنا حاجه كبيره جدا. كابتن محمود الخطيب كقيمه من زمان احنا كلنا بنحبها، وكنا نتمنى ان احنا نشوفه على راس النادي الاهلي، الحمد لله ربنا حقق الامنيه ديت، ويمكن حتى الرواد اللي هم شافوا الكابتن محمود الخطيب زمان وحضروه كلاعب وكإداري في النادي، كانوا حابين ان هم يشوفوا على راس النادي الاهلي. وهو طبعا كابتن محمود الخطيب كان بيتواصل معاهم طول عمره وبيتواصل معاهم دلوقتي، ولبى الدعوه مشكورا. هو طول عمره الصراحه يعني بالنسبه للرواد بالذات كابتن محمود الخطيب عنده ضعف كبير قوي من ناحيه الرواد، وبعدين كابتن الخطيب حتى في البرنامج بتاعه قال يا جماعه احنا يعني جايين كل حاجه بتوقيتات، واللي احنا شايفينه لغايه النهارده 3 اشهر كل حاجه بتوقيتات، والتوقيتات ماشيه بالجدول بالساعه يعني زي اللي يعني، علشان كابتن الخطيب عنده مشكله كبيره جدا في ان هو يوعد بحاجه ما وفيهاش. يعني دي حاجه شخصيه مع كابتن الخطيب، يمكن اللي يعرفه من قريب يعرف دي مع كابتن الخطيب بالذات، ما بيحبش يقول حاجه الا وهينفذها. اوفي جمايلي الغالي علي، هجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية، نور عينه مهجتي وحياتي ودنيتي، نور عينه مهجتي وحياتي ودنيتي، لو طردت الملوم دول هم هديتي، خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة، ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي يا ربي خير.
وحبيبه.